فلنتخيل انه في صباح يوم المشرق والعصافير تزقزق طالع من بيتك بامان الله مروق ومبسوط وعم تشرب كوبايه قهوه وازي بيطلع بوجهك جارك النكدي بقول لك اليوم مثلا دولار صار ب 8500 مثلا يعني بتقوم تبلش تفكر وتعمل حساباتك لحتى تظبط اوضاعك الماليه بناء على السعر الجديد وازي بيخطر على بالك سؤال ليش نحن وكثير من الدول بنتعامل بالدولار الامريكي لمؤاخذة شو المميز فيها القد يعني هل على جمال بنجامين فرانكلين مثلا طب ما نعمل عمله جديده بنسميها الجنيه الاكوالنطسي بنحط عليها صوره الفينومينو سيخ شاورما منون شويه مقبلات من هون يعني هيك اشياء بنحبها وبتفتح النفس بدل ما نطلع على هذيك النظره المستفزه بتحسه عم بقول لك صل علي اذا فيك بس هو عن جد يعني بعيدا عن المزح ليش نحن بنتعامل بالدولار الامريكي ليش العملة قيمتها بتتغير مع انه هي نفس الورقة نفس الشكل نفس الطباعة ليش ممكن بيوم وليلة اتحول من رجل غني لرجل فقير مع انه كل مصرياتي بعدهم معي وما حدا اخذ مني شيء بل اكتر من هيك ليش نحن بنشتغل شهر كامل عشان ناخد مجموعة اوراق شو المميز فيهم هالقد وليش هالقد بنكون مبسوطين فيهم كذا الاسئلة وغيرها رح نجاوب عليها اليوم ان شاء الله مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناة الفينومينو واليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة انا ابراهيم حسون واليوم بدنا نحكي عن العملة الدينارو يا حبيبي اشترك بالقناة اذا انت مشترك فعل جرس التنبيهات ولا تنسى بعيدا طيب بما انه عم نحكي عن العملة خلينا اول شيء نعرف شو هي العملة العملة هي ورقة يصدرها البنك المركزي لدولة معينة بترتبط قيمتها بثقة الناس فيها اذا انت هلا نزلت على الدكانة واعطيته عملة فيتنامية هل بياخذها منك ما بياخذها ليش لانه ما بيعرفها وما بيوصى بقيمتها على الرغم انه هي لها قيمة فعلية بفيتنام غالبا وهذا طبيعي انه العملة بصير لها قيمة اكبر كل ما كان في انتاج محلي اكبر ليش بقى لانه العملة بذاتها يا حلو تكاد تكون بلا اي قيمة مادية حتى ولو كانت دولار او دينار كويتي اللي هو اغلى عملة بالدنيا ما هي مجرد ورقة لا فيك تاكلها ولا فيك تشربها ولا فيك تسكن فيها واذا ضاعت بالبحر ومعك 100 مليون دولار ابقى خليهم ينفعوك معك 100 مليون دولار ومستكتر مليون واحد بس على الفينومينو اللهم اجعلني مليونير انا والسبسكرايبرز الحاليين والعشرين واحد القادمين فعمون سبسكرايب يمكن تكون واحد منهم وبتطلع دعوة مستجابة والله أعلم بس صريف أول فينومينو ده يمكن عامل أول جيفاوي دعاء على اليوتيوب بس انه يلا اشترك خلينا نكفي موضوع حلتنا من أكتر الأسئلة اللي تنسأل عن العملة وخصوصا من قبل الأطفال هي ليش ما بنطبع مصاري كتير ومصير كلياتنا أغنية فيرد البعض عليهم بإجابة خزعبلية بيقولوا لهم إذا طبعنا مصاري كتير وصرنا كلياتنا أغنية ما بقعد عنا مثلا لا مزارع ولا زبال لحتى يخدمونا بالبلد ولهيك ما بنطبع مصاري كتير حتى يبقى عنا فقرة بالبلد وهي إجابة خاطئة جملة وتفصيلا ليش بقى؟ لأنه يا بنك يا مركزي طباعة الأموال بالهبل يجعل الورقة أقل قيمة ولا يجعلك أكثر ثراء أفهمك بقى تخيل معي جزيرة صغيرة اسمها أكوالانتس بكون رئيسها القائد بوب الفينومينو وشعبها هو متابعين الحلوين وعنا على هالجزيرة 50 جنيه أكوالانتسي وعم ننتج بالشهر 50 كيلو رز ما بناكل شيء غير الرز يعني الجنيه الأكوالانتس الواحد بيشتري كيلو رز واحد وبيوم من الأيام قررت إنه أطبع مصاري كتير وزدتهم بالسوق فصار عنا 100 جنيه أكوالانتسي ولكن إنتاجنا ما زاد بقي 50 كيلو رز شهريا هل بنكون صرنا أغنى؟ أكيد لا إنما بكون الجنيه الأكوالانتس الواحد يلي بجيبتك صار بيشتري لك نص كيلو رز بدل ما كان قبل يشتري لك كيلو رز وخلاصة كل هالموضوع إنه بكون أنا وقاعد بمكتبة حرقت نص المصاري اللي بجيبتك فدير بالك ودعم القناة حتى ما يزعل منك الفينومينو ساعتها يمكن يخفض لك قيمة الجنيه الأكوالانتس ما بتعرف فقدان العملة لقيمتها وطباعة كمية أكبر منها يسمى التضخم ولكن التضخم هيدا مش دايما أمر بخوف ما بدي إياك تكون جبان ودغري تخاف منه كون تشاينا عندهم تضخم اقتصادي عادي جدا يعني فيها إيه التضخم هيدا عامل مثل البيبي اللي عم يكبر طبيعي جدا إنه يزيد وزنه وحينها بينصح شوي ولكن إذا صار جسمه ينفخ فجأة ويتورم يعني فيه مشكلة ونفس الشيء بالنسبة للتضخم لما يكون تضخم بنسبة معينة فهو أمر طبيعي وطبيعي جدا إنه العملة تفقد قيمتها مع الوقت حتى لو كانت دولار وهذا صراحة يعني كثير من الناس مش مستوعبينه مثل لما ختياري بلش لك أسطوانة نحن على أيامنا كان كذا وكذا وكنا بالعشر ليرات نشتري ما بعرف شو وبيحكي لك بطريقة بحسسك إنه نحن جينا نحس على الدنيا ما في أي عام هي ناقصة ما تضخم وبصير عادي بأغنى الدول شو يعني وهنا بدي أذكر حادثة طريفة رواها الكاتب والصحفي تشارلز ويلين بكتابه نيكد إيكونومكس أو الاقتصاد عاريا قال فيها إنه زار مزارع أمريكاني وخلال الجولة أشر المزارع على جرار قديم كتير قال له هيدا الجرار اشتريته ب 7500 دولار بالزمانات يعني ورجع نفس المزارع اشر له على جرار حديث قال له وهيدا الجرار اشتريته ب 40000 دولار فيك تفهمني ليش نفس الموضوع هو ذاته هيدا المزارع ما انه فاهمين مبدا التضخم مفكر انه سعر الجرار غلي بينما هو يمكن فعليا رخص كيف بقى مش ال 40000 اكبر من 7500 مزبوط ولكن ال 40000 دولار بسنه 2020 مثلا مش بالضروره تكون اكبر من 7500 دولار بسنه 1970 مثلا من 50 سنه مثلا كان المزارع الامريكاني بده يشتغل على سبيل المثال
900 ساعة لحتى يشتري هيدا الجرار، بينما اليوم بده يشتغل 800 ساعة لحتى يشتري الجرار، فبكون جرار بالنسبة له رخيص ولا غلي. حكينا هلا بشكل عام عن العملة، بس بعدنا ما حكينا ليش بنتعامل بالدولار الأمريكي بزاد نفسه مش أي عملة تانية. خلال الحرب اللي بسموها الحرب العالمية الثانية، وتحديدا سنة 1944، بدأت تظهر ملامح انتصار الحلفاء. فاجتمع بأمريكا سنة 1944 بمنطقة بريتن وودز مجموعة مندوبين بمثلوا 44 دولة، وذلك للاتفاق على النظام الاقتصادي ما بعد الحرب. وعقدت وقت اتفاقية اسمها اتفاقية بريتن وودز، نتج عنها عدة قرارات، منها اعتماد الدولار كعملة بديلة للذهب في العالم. بس برضو ليش الدولار؟ ما فرنسا انتصرت وبريطانيا كمان انتصرت، شمعنا الدولار بقى ها؟ في شغله يمكن ما خبروك اياها بكتاب التاريخ والمدرسه، وهي انه الدوله الوحيده اللي طلعت منتصره من هيدي الحرب هي امريكا فقط لا غير. ليش بقى؟ لانه امريكا كانت قاعده بقاره لحالها بالوقت اللي كان في اوروبا عم بتطبش ببعضها، فكانت امريكا عامله مثل هيدا الكامبر بالعاب الشوتر، بتكون انت بنص الفايت وهو قاعد موصل لك من بعيد انت مش قادر تطالع، فهيك نفس الشيء. وبالتالي فانه كل الدول المشاركه بهيدي الحرب سواء المنتصرين او المهزومين طلعوا بخسائر فاتحه جدا على مستوى الافراد والاموال على اراضيهم الا الولايات المتحده الامريكيه. المهم يعني خلصت الحرب والحمد لله، اطلعت هيك دول اوروبا لقيت حالها غرقانه بالديون لامريكا يلي كان معها قديش تلتين احتياط الذهب العالمي. وبعدين تجي بتقول لي ليش الدولار مش الجنيه الاكولانتسي ولو يعني، بس للصراحه اذا بنطلع على نص الكبايه المليان بنلاقي انه مثل ما الدولار له سلبياته كمان هو مهم للاقتصاد العالمي اليوم. مثلا اذا بدك تعرف ال 100000 ليره اللبنانيه قديش بتعمل بالروبيه الهنديه، شو بتعمل؟ بتقيمهم على الدولار. والحقيقه هون انه الدولار لا بيوطي الليره اللبنانيه ولا بيعلي الروبيه الهنديه، انما هو اذا بدك وحده قياس. وما تقول لي لا الدولار غلي عنا بلبنان، لانه صراحه يعني ما بدي زيد على قلبك، بس عمل تكييد لنهارة الدولار بعده مثل ما هو. ومن ناحيه تانية كمان لما الدول بدهم يشتروا بضاعه من بعض بدهم عمله موثوقه ومستقره، وهون الدولار بيلعب دور كتير كبير. طب عندي بعد سؤال يا بوب، مين يلي بحدد سعر الصرف؟ هل في مثلا مؤسسه دوليه بتجبر الدوله على سعر صرف معين؟ والاجابه الصادمه هي لا، البنك المركزي بيقدر يحدد سعر الصرف يلي بده اياه. ما هو الكلام سهل، ولكن السوق رح يجبره يعترف بسعر الصرف الواقعي رغما عن انفه. يعني تخيل انه الفينومينو مثلا باكوالانتس اعلن عن تخفيض سعر صرف الدولار من 2 جنيه مقابل الدولار ل 1 جنيه مقابل الدولار، يعني صار بدل ما اعطيك 1 دولار مقابل 2 جنيه بدي اعطيك 2 دولار مقابل 2 جنيه، فهل الفينومينو يستطيع انه يامن لك هالدولارات؟ نظريا للاسف لا، الا اذا لقينا صاحبنا هداك اللي ضايع بالبحر ومعه 100 مليون دولار يعني وعطاني مليون فمدبر لكم اياها ساعتها. بس على فكره حتى لو ما قدرت امن لكم هالدولارات بكون موراكم مش موراي، انتوا اللي ما عم تعملوا انتاج كبير، ولا كمان رح تشكك بقدرات الاداريه. اذا ما حددت لك لو سمحت احضر الحلقات السابقه، انطرنا بالحلقات اللي جاي، اشترك بالقناه اذا انت على يوتيوب، ويعطيك ألف عافية.